حد برضو عامل لنا تصريحات كده او ملخصات لاشياء مهمة جدا بتقابلنا في الحياة، فبيقول الحزن يؤثر على الاعصاب، والخوف يؤثر على نبضات القلب، والحرمان والفقد يولد الاكتئاب. رفقا بمن تحبون، كل شخص لديه قصة حزن بداخله، شخص عانى من اشخاص احبهم او ما زال يعاني، وشخص تعب من التضحية دون نتائج، وشخص يبكي كل يوم على أشخاص رحلوا من الدنيا، وشخص يعاني من الغربة حتى وهو بين أهله وعشيرته، وأشخاص يقرؤون هذا الكلام ليجدوا أنفسهم في بعض السطور تعبر عنهم هي الدنيا، ولهذا سميت الدنيا. فقط خذ نفسا عميقا وقل الحمد لله. كل واحد عنده حاجة من دي، يبقى يعني يقول الحمد لله.